استاذ مقداد، نعم احنا مستعدين بعد تتخيل انه نطلع مرة ثانية ننطي 800 شهيد وننطي 28,000 جريح وننطي معاقين بحدود 5,000 الى 6,000 اعاقة دائمية حتى ترجع الكتل السياسية تبدل لنا زيد بعبيد؟ هذا يعني تتوقع الشعب بعد يعني ساذج لهذه الدرجة؟ تتوقع الشعب اليوم بعد ان اتهمته الكتل السياسية الولائية بالجوكرية وبالمدعومين من امريكا وبالمدعومين من اسرائيل وبالمدعومين من ما ادري منين راح يرجع مرة ثانية الى موضوع التظاهر؟ صعب صعب اخي الكريم، صعب صعب. احنا اليوم قناعاتنا هي الانتخابات، قناعاتنا هي الانتخابات. طيب اليوم اذا طلعنا على مصطفى الكاظمي راح نوصل الى مرحلة انه قيل مصطفى الكاظمي. اذا قعدنا بمرحلة ما بعد عبد المهدي 6 شهور راح نقعد بعد مصطفى الكاظمي 6 سنين. راح ننطيهم حجة لان يبقون في مناصبهم، راح ننطيهم حجة بان يبقون في البرلمان، راح ننطي حجة لهذه الكتل السياسية الفاسدة اللي قتلت الشعب العراقي انه تسيطر على نفوذها بحجة انه نريد نختار رئيس وزراء يودينا للانتخابات. هذه غلطة، هذه غلطة ما راح يخطئها الشعب العراقي، هذا الشعب الواعي اللي عكس ما يدعي السيد المحترم ضيفك اللي يقول طالع ضد الحشد الشعبي، في حين انه الحشد الشعبي كان ويانا بساحة التحرير. انا كنت متظاهر واقول لك الحشد الشعبي كان ويانا بالتحرير، كان ينادي باسقاط الفاسدين الحشد الشعبي. فاليوم المظاهرات ما طالع على الحشد الشعبي، والمظاهرات ما طالع على الشيعة مثل ما ادعى ضيفك الكريم. لا انا سألت اسئلة. اليوم الشعب العراقي كله خرج بهذه المظاهرات لاسقاط كل الكتل السياسية. انا استغرب من الكلام اللي قاله، يعني حقيقة مستغرب، حقيقة مستغرب ان الرجل ده يقول مقتل ابو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني. يعني بهذه العبارة لا يعتبر ابو مهدي المهندس شهيد في حين يعتبر قاسم سليماني شهيد.